السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي ندوي على الواي فاي، معلومه جديده. المعلومه اللي فاتت هضرت عليها شحال هذه، غير هي هضرت عليها مقسومه. فاش كنهضر على شي موضوع كيخص الواي فاي هذا، ضروري كنديك المعلومه مره كنهضر عليها على اي هذه المعلومه هذه، وصمنا الداخل ديالها كاينين المعلومات. دوك المعلومات اللي خصت لهم فيديو ديالهم بوحدهم، وغادي نشرح لكم في هذا الفيديو هذا. فوالا غادي نشرح لكم، يمكن مازال ما فهمتوش اكثر. كما شفتوا في العنوان غنشرح لكم الاعدادات ديال هذا الواي فاي. الفيديوهات اللي قدام، المهم الفيديوهات اللي قبل وصافي السابقين، بعض المرات ضروري كنشرح شي معلومه من الاعدادات ديال الواي فاي في شي فيديو. وكيف هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم دوك المعلومات اللي فيه اللي مهمين ضروري ضروري غتحتاجوهم في الاعدادات ديال الواي فاي في جوجل. هذا الواي فاي هذا سميتو ديال انوي ادار ديالو، ها هو لان الواي فاي هذا راه كيعرفو. ها هو كيف ديما الا عندك شي حاجه كيخصك تشري الواي فاي، صيفط لي ميساج في الانستغرام ولا في فيسبوك، حط لي ديسكريبسيون ولا حط لي كومونتير لتحت. فوالا كما شفتوا في العنوان غنشرح لكم الاعدادات ديال الواي فاي، كاين اللي عارفهم كاين اللي ما عارفهمش. هذا ما كملكمش كمل الفيديو حتى الاخر. الطريقه نشرح لكم في التليفون، غندخلوا لجوجل تما غادي نعرفوا نشرح لكم هذه الاعدادات ديال الواي فاي منو في جوجل. فوالا اول حاجه غنديروها غندخلوا لجوجل، غندخلوا لجوجل بحال هكا، غندخلوا لجوجل غادي نكتبوا نكتبوا سيدي 192. هاد الارقام اللي كاينين هنايا 192 نقطة 168 نقطة 0 نقطة 1. اول حاجه بعدا خصكم ضروري تكونوا مكونيكتين بالواي فاي ديالكم باش تقدروا تدخلوا الاعداد ديال الواي فاي في جوجل. دابا راه مكونيكتي بهذا الواي فاي هذا، هو يبان لكم من فوق، هو راه مكونيكتي به. الا ما كنتش مكونيكتي به راه ما غاديش يدخل لك الاعداد، ضروري خصك تكون مكونيكتي به. فاش كدير 192 نقطة 168 نقطة 0 نقطة 1 كنديروا اوكي. فوالا كتطلع لنا هاد البلاصه هادي كما كتشوفوا، ها هي كتطلع لنا هاد البلاصه هادي. كديروا هنا ادمين، كديروا هنا ادمين ادمين بحال هكا، كديروا ادمين كديروا كونيكسيون، كديروا كونيكسيون. فوالا فوالا هادو هما الاعداد ديال اللي في جوجل. دابا غادي نشرح لكم هادي، مو نشرح لكم دوك اللي مهمين بزاف بزاف. فوالا بالنسبه للفوقانيه هادي عندها اختصاص ديالها هو الريزو. الفوقانيه هادي بلاتي بعدا يبان لكم واحد السام كاين الفوقا، كيبان لكم انوي كاين واحد السام هنا، كاين واحد السام في هاد الجهه هادي ولا في هاد الجهه، باش هاد الجهه كيبان لكم انتم واش هادي واحد السام. هذا غير الا بغيتي تخرج من هاد البلاصه هادي كتكليك عليه بحال هكا. راه انا نخرج مثلا، راه نخرج فوالا انا خرجت، انا غادي ندخل دابا. دابا بحال بديت من الاول عاوتاني، انا درت هنا ادمين كدير كونيكسيون. فوالا دابا ما فيهش لاكارت، دابا المهم راه خدام ولكن ما فيهش كارت، لا كيعطيني ديك اللعيبه. غندخل اول حاجه بارامتر ريزو، غندخل هذا الريزو هذا فوالا كيعطيني هذا حتى ما فيهش لاكارت، المهم ماشي مشكل. كدير اوكي شتي، ها هو ما غاديش تخدم هذه ما فيهش لاكارت، هذا ما فيهش دابا لاكارت ولكن راه خدام هنا تمام كيما كتشوفوا. المهم كنشرح لكم الاعداد. فوالا الثانيه كانت الثانيه هذه حتى هي ما غاديش تخدم حيتاش ما فيهش لاكارت اصلا. هادو جوج اللي فوقيين ما تهموش بزاف اصلا، هادو ما تهموش. دابا هاد الثانيه هما اللي كيهموا شويه بارامتر واي فاي. هاد الاولى والثانيه غادي بغي اختصاص ديالهم هو الريزو فاش كيكون مجهد ولا لا. بارامتر واي فاي هاد الثالثه هادي ندخلوا ليها بحال هكا، ولكن ما كتشوفوا ندخلوا الفوقانيه بارامتر واي فاي. هنا كتبدلوا السميه ديال الواي فاي، هي هادي هي هادي السميه ديال الواي فاي، هي هادي كتبدلوها الا بغيتوا. هنا الكود ديال الواي فاي، هذا الكود ديال الواي فاي، ها هو الكود ديال الواي فاي شتو، هذا 416 470 94. فوالا ندوزو للمرحلة الثانية. فوالا كاين هادي، هادي ماشي ضرورية، هادي ماشي ضرورية، أو تاني هادي تاهي ماشي ضرورية. المهم هادوك اللي مهمين، كاين الثانية كاع فين كاين هاد أبدو واحد 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 واحد، هادو هنا كاين هاد ليست دو بيريفيري ريكي. المهم هنا كاين الناس اللي كاين اللي كيكونوا مكونكتين بالواي فاي ديالك. هادي ابدو واحد واحد واربعة واحد هي السمية ديال التليفون هذا، التليفون هذا حاليا هو اللي مكونكتي بهاد الواي فاي هذا، عليها طلعت لي السمية واحدة. كتبدلو هاد السمية اللي بغيتو، كديرو بحال هكا كتضغطو كتبدلوها هنايا، هنا كتبدلو السمية اللي بغيتو. فوالا التحتانية تما كيطلع، وكاين وحدة أخرى مكونكتي بهاد الواي فاي يطلعو عليكم السمية وحدة أخرى اللي تحت. دابا غير وحدة هي اللي مكونكتي بهاد الواي فاي، عليها طلعت السمية ديالي هنا. ندوزو للمرحلة الثانية، ندخلو هنا كاين الاس ام اس هنا، ما كاينش الكارت هنا، كون كاين الكارت هنا غادي يطلعوا لي ميساجات اللي كيجيوني من هاد الانوي. مثلا الا بغيت تخلص شي فاكتوره، الا قربتي تخلص فهمتيني. هنا بارامتر افونسي، انا شريت لكم عاوتاني هذا مود دو باس. هنا كتبدل الكود ديال الادمين فاش الا كتدخل هذاك ادمين اللي درت في الاول، هنا كنبدلو كندير في الاول هنايا كندير هنا ادمين، هنا كندير شي كود جديد كنعاودو هنايا كندير ابليكي، وكيتبدل الكود ديال الادمين كيولي كود واحد اخر.
فوالا ندوزو للمرحله واحده اخرى. انا ميزاجور ماشي مشكل ما كتهمش حتى هي ما كتهمش غير بغيتي تطفي الويفي وتشهر. فاش كديرها انت غادي مع غير لاباغي الا درتي ويب غيطفى هذا ويشهر هذا غيطفى ويشهر بلاش بلا ما نطفيه ديرنا فوالا صافي انا سالينا. المهم هادشي راه ساهل صافي. المهم انا هاد الخريطه اصلا دابا غادي نخرج من هنايا انا نشرح لكم هذيك المعلومه الاخرى غادي غير ديما غير لاباغي غادي نضغط على وي غادي يطفى. تفرجوا انا ضغطت على وي هو غادي يطفى شتو هو طفى غادي غتبقى شاعله شتو فوالا ملي طفى دابا غادي نشعلو دابا غنضغط عاوتاني على غادي ما غير لاباغي غادي نضغط عليها بحال هكا فاش كندير وي غيبان لكم هذا كيشعل دابا شعلت غير بوله واحده انا فاش غندير وي غيبان لكم هنا هاد الحمرا شعلات انا درت وي هي غتبان لكم شاعله غتبان لكم شاعله هاي شتو هي دابا شعلت انا كطفي هنا وكتشعلو في هاد البلاصه هادي ولكن هادي كتبقى شاعله هادي ها هو دابا شتو ما شعلو هادي صافي فوالا هادي الطريقه اللي ساهله ماشي الطريقه اللي صعيبه. المهم انا شرحت لكم دابا المعلومات اللي مهمين بزاف بزاف هذا ما كان في الفيديو ديال اليوم. يلاه ديروا لايك للفيديو ابونوا في لاشين هلا.